السلام عليكم. العقم عند الرجالة، من بين كل 7 أزواج في زوج بيعانوا من العقم أو مشاكل في الخلفة أو ما عندهمش أولاد، رغم إن في جماع متكرر لمدة عام أو أكتر. فلو أنت أقل من العام ومفيش جماع بشكل متكرر، يبقى أنت مش بتعاني من اللي أنا بقوله ده، لازم سنة أو أكتر من الجماع. هكلمك النهاردة إن شاء الله عن الأعراض والأسباب وإيه طرق العلاج والحاجات اللي أنت تقدر تعملها بإذن الله لمحاولة حل المشكلة. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. لو انت اول مره تشوفنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص العقم عند الرجال. مبدئيا لازم تعرف ان اشهر علامة وهي ان مفيش اطفال او يكون في مشكلة زي اضطراب وراثي او مشاكل في الهرمونات، اضافة ان في اوردة متوسعة اللي بتوصل الحيوانات المنوية للخصية احيانا بتمنع ان الحيوانات المنوية تعدي نتيجة ان هي فيها مشكلة او تورم في الخصية او التهاب متكرر في الجهاز التنفسي او عدم القدرة على الشم. الشم، ايوا، بعض الابحاث قالت ان عدم القدرة على الشم من مسببات عدم وجود خلفة او من مسببات العقم، وده اللي اثار خوف وجدل كتير ومشاكل اثناء فترة كورونا والجائحة اللي كانت بتعاني من مشاكل في الشم. ناس كتير بدأت تقول ان في مشكلة في الشم، بالتالي في مشكلة في الخلفة وهتأثر على العقم وخلافه، فطبعا لازم تاخد بالك من النقط دي، اضافة الى مشاكل في الجماع نفسه زي ضعف الانتصاب، سرعة القذف وخلافه، او مشاكل هرمونية زي نقص هرمون الذكورة. فلو انت عندك مثلا الشعر تحت الابط في الصدر مناطق العانة او في الوجه قليل بشكل كبير عن اللازم، لازم تبدأ تاخد بالك من الموضوع ده، فانت عندك نقص فيه او نقص في عدد الحيوانات المنوية. طيب لو انا عندي الاعراض اللي فاتت دي، هتزود لي عليها اعراضين كمان مهمين جدا. مراتك فوق 35 سنة، عامل جراحة في البروستاتا او في الخصية او في منطقة الفخذ او الحوض، النقطتين الاخرانيين اللي انا قلتهم لك دول، مع اي عرض من الاعراض اللي فاتوا، بتتوجه للدكتور فورا لمحاولة حل المشكلة او لمعرفة السبب. دي هي الاعراض. ايه الاسباب؟ مبدئيا لازم تعرف ان الموضوع لازم يبدأ سليم في كذا مرحلة. يعني ايه؟ انت كراجل اتولدت سليم، الخصيتين بشكل سليم، في مرحلة البلوغ الخصيتين انتجوا الهرمونات بشكل سليم، فانت بلغت بشكل سليم. اول نقطة. اثناء الجماع بقى ذات نفسه، انت ما عندكش مشكلة زي ضعف في الحيوانات المنوية او نقص في عدد الحيوانات المنوية اقل من 15 مليون او 39 مليون لكل قذفة، او في مشكلة في حركة الحيوانات المنوية ذات نفسها. فلو انت دول فيهم مشكلة، او اي حاجة من اللي انا قلتهم دول فيهم مشكلة على مدار العمر، فانت كده احتمالية انك تعاني لا قدر الله من العقم. طيب ايه هي الاسباب تاني؟ يعني انا اللي قلته ده اسباب كجنرال، انا عندي مشكلة 1 2 3، لو في مشكلة في اي حاجة من اللي انا قلتهم دول يبقى هيسبب لك الموضوع ده. طب اسباب بقى عندي 3 انواع، اسباب جسدية اللي في شيء مشكلة عندك انت، اسباب بيئية نتيجة المجتمع او العيشة او الشغل ذات نفسه، او حاجات بتعملها في حياتك. طيب نبدأ بالاسباب الجسدية. اول حاجة، عندي دوالي في الخصية او عدوى انفكشن، مشاكل في القذف، او ان الاجسام المضادة بتهاجم الحيوانات المنوية، الجسم بيهاجم نفسه، مرض مناعي مثلا، او الاورام او الخصيتين المعلقتين. يعني ايه؟ احيانا بعض الاطفال اثناء الولادة او ما يتولدوا بتكون الخصيتين جوه الجسم، فاحنا لازم نخرجهم برا الجسم عن طريق عملية جراحية، او حد دكتور الاطفال او دكتور الجراحة هو اللي بيعملها. فانت لازم الاول الخصيتين يكونوا برا الجسم، ما ينفعش الطفل يتولد ويكونوا متعلقين جوه الجسم، لان لو موجودين جوه وش مش هيكون فيه ولادة. او اختلال في الهرمونات او مشاكل في الانابيب اللي بتوصل الحيوانات المنوية، او مشاكل في الكروموسومات، او مشاكل في الجماع، او اضطرابات هضمية. في احيانا بروتين الجلوتين واللي موجود في العيش او في القمح ممكن يكون هو يعمل اضطرابات هضمية تسبب لي العقم. فطبعا انت كل ده مع دكتور الذكورة اللي انت بتتابع معاه بيحاول يحللك اي مشكلة هو ملاحظها في الموضوع ده.
دي الأسباب الجسدية. إيه هي الأسباب البيئية أو في البيئة اللي أنا عايش فيها؟ لو أنت بتتعرض لدرجات حرارة عالية أو مبيدات حشرية أو السموم مثلا، الحاجات اللي بتبقى فيها مبيدات حشرية للسموم، أو بتتعاين لمعادن تقيلة زي الرصاص مثلا، درجة حرارة عالية زي ما قلت لك، كل ده ممكن يأثر لي على عدد الحيوانات المنوية وجودتها أثناء الحركة، بالتالي ممكن توصلني لعقم. إضافة للأشعة زي الإكس راي مثلا، أو درجات الحرارة العالية زي ما قلت لك، أو زيادة الوزن، أو الجلوس لفترة طويلة والبناطيل الضيقة. هزود لك الجلوس وفترة طويلة والبناطيل الضيقة، دول مفيش بحث قطعي قال الموضوع ده، ولكنهم يظلوا أسباب. حاجات بقى في حياتك نفسها، يعني قلنا أسباب بيئية، أسباب جسدية، إيه الحاجات اللي في حياتك نفسها؟ المخدرات، الكحوليات، السجاير، زيادة الوزن أو البدانة، كل دي حاجات ممكن تكون مسببات للعقم عند الرجالة. بالنسبة للمضاعفات، لو عدم الخلفة ظل لفترة طويلة، بيبدأ يظهر لي مشاكل في العلاقة ما بين الرجل ومراته، إضافة إلى تكاليف الحمل باهظة الثمن زي أطفال الأنابيب أو كل الحاجات دي بأسعار عالية جدا. دي المضاعفات. إيه بقى الوقاية والعلاج؟ أولا على قد ما تقدر تحاول ميبقاش فيه تدخين، تحافظ على وزن صحي، تقلل من الكحوليات، لو لا قدر الله في مخدرات تتمنع هي كمان، إضافة إنك تقلل التوتر، ما تتعرضش لحرارة عالية ولمعادن تقيلة، أو تحافظ على مكان شغلك إنه يكون فيه ممنوع الحاجات اللي أنا قلتها لك فوق. إيه بقى العلاج؟ مبدئيا لازم تعرف ان مفيش سبب معين للعقم وبالتالي لو عالجته هتخف، لا، هو الموضوع ليه كذا شق شوية وكذا طريقة للعلاج. فمثلا عندي ممكن ألجأ للجراحة في حالات دوال الخصية مثلا، او في الاوردة المسؤولة عن توصيل الحيوانات المنوية للخصية، فلو انا عندي مشكلة في دول ساعات بلجأ للجراحة، او علاج للعدوى او للانفكشن، لو انا عندي عدوى مسببة لي مشكلة في العقم اصلا فانا بعالج سبب العدوى دي، او علاج لمشاكل الجماع ذات نفسها، فلو انا عندي ضعف انتصاب سرعة القصف بتبدأ بقى تروح للدكتور ويحدد لك هناخد ادوية معينة، التمارين اللي انا كنت قلت لك عليها في حلقة ضعف الانتصاب وسرعة القصف هسيبها لك في الاي هنا او هنا، وهسيب لك بلاي ليست كاملة لامراض الذكورة تقدر ترجع لها وتتابع كل الحاجات دي. دي هي العلاج. ايه بقى الحاجات اللي انت بقى تقدر تعملها في حياتك نفسها علشان تحسن من الموضوع على قد ما تقدر؟ اولا زيادة عدد مرات الجماع خاصة قبل التبويض، وتختار ايام التبويض. ايام التبويض هي الايام 13 و14 و15 من بداية الدورة، فلو الدورة بدأت يوم واحد يبقى يوم 13 و14 و15 هي دي ايام التبويض، وتركز قوي قبل يومين او ثلاثة من قبل التبويض. يعني انت قبل التبويض بتكون في علاقة، وفترة التبويض في علاقة، وعلى قد ما تقدر تزود عدد العلاقة في الشهر او في الفترة يعني لضمان ان يكون في حمل. اضافة انك تحافظ على وزنك يكون شكل صحي، تحافظ على الوزن زي ما قلنا، تقلل الكحوليات، تقلل التدخين، تلغي المخدرات، كل الكلام ده يتلغي. اضافة انك تتجنب استخدام المزلقات او المزحلقات، الحاجات اللي بتساعد في خروج القضيب اثناء الجماع، على قد ما تقدر تمنعها، لان هي بتعيق من حركة الحيوانات المنوية. كل دي حاجات تقدر تعملها اضافة للدكتور اللي انت متابع معاه. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد الشامي دكتور علاج طبيعي وأخصائي تغذية علاجية. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وتسألني بإذن الله أحاول أرد عليك بإذن الله في أسرع وقت. بس كده لا ثانية قبل ما أقول لك السلام عليكم، أنا بنبهك تاني إن أنا كده عامل بلاي ليست كاملة لأمراض الذكورة زي سرعة القصف، نقص الهرمونات الجنسية، ممكن اضيف لك فيها ضعف الانتصاب، فكل الحاجات دي هتكون في بلاي ليست كاملة هسيبها لك برضه تقدر ترجع لها علشان تشوف أنت عاوز تعالج ايه منهم. بس كده، سلام عليكم.